غازي الذهبي يا هذا السوريه. اسمع الحين شكشوك واحده خمسه ولا 10 ولا كم؟ لا معك يعني هذه محبه. ولد انت ماخذ درع جمهور وذا ماخذ درع جمهور تسال عن الشكشوكه بكم؟ يعني ولد عيب عليك. الجمهور ترى كلها اسبوع وبعدين بعد ابراهيم تطلع. 1005 يا ولد. 1004. 1004. ابراهيم على الاسبوع مو 100 ريال اصرفها يا اخي. اسمع خالد تدري اني انا دخلت ابراهيم ورجعت اكثر من درع الجمهور؟ صدق والله؟ افضل. كم؟ طلعت 1500 ونص. بس خض وبطنك خض. اي والله والله ما تجي السوق اسم امك. جابر ما شاء الله طلع ب 2000 ومدري فول كبده يا منير. جابر نط نط في البرايم بغى ينفصل ظهره. ابو عوضي كل غوازي ان شاء الله الدنيا ما تسوى وانا فوق اقلب بالله. كيف الموقف يا ابن حسين؟ موقف تسالوني درع جمهور واوسكار وما عارف ايش اخر شيء في البرايم. صيح ما قبل المهور ما انت ولا حرام. ابو تركي مر على جميع الاشياء. فرق هنا وهنا وهنا وهنا. اقول لك احنا شطه ايجي تعال جاي يا ابوي. بلاش هذا بلاش بلاش وين بلاش. احسب غاز الذهبي. اهلا والله درع الجمهور. درع الجمهور انت يا عشان غاز الذهبي. ها ابو سياف هذه على حساب قلبي على حساب. عاد روح شوف كيف اقدح اقدح. تعال افطر معي يا عطير يا عمي. عطنا شطه يا منير. عطنا اصفر 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 يا عسل. ابيض من يشرب اصفر اصفر. كيف ابيض من ما خليك خلاص ما خليك. لا يا عيال كذا ما يصير. الله انك مسوي خير. شلون رقبتك حمراء؟ ابو حور ما ادري بخور بخور يا بخور. الله انك مسوي خير. تبي تروح لحم؟ اقول على شحم محمد. اصلا انا ممكن اكنزل. ليش امشي جنن غازي في كلمة الاشواد؟ ليش امشي تسوي غازي في كلمة الاشواد؟ من يبي يصب الابيض؟ كل ما جاي يتكلم قلت ما في شاهي الا ما انسحب. ما غازي بنسحب. ما غازي كبده فول ما ابغى. غازي افضل مطبخ. من يبي يصب الابيض؟ غازي كيف محسن انت؟ يوم جيت تبتهرج مع الاشواد قوي. يوم جيت تتكلم عن اشواد يخوض علي يخوض راسك الحين. ايه ايش بقى قولوا انا اوريك امس وانا النجوان اليوم. الشطه دي ما ادري والله كلشت بسبب بسبب علي الناس برا. وش هي وش هي؟ ايش دراني ان الناس دراك ان الناس الجوال بالشاشه لا لحظه لا ابيض يا اخي. انت حتى البرايمات ما ركدتك يا علي. الله يرجع له يطلع في البرايم الجاي. يلا امين على عبد الله. اليوم عندك الله ياخذك من نجاح يا نجاح. اليوم عندي لقاء معك ترى. او عندي برنامج اليوم ينطلق ضيف. اما علي لو يطلع ما بيبكي ما بيبكي. ايه الليله يا شباب ملابسات محسن. والله لو يطلع علي ملابسات الليله اخر ساعه هو مسابقه للشيخ صوت محسن. تعرف ليش؟ ليه؟ نبي نكشف خبايا موضوع الشامبو. الشامبو الازرق ها؟ الشامبو والقماش. انا قلت انا مسكين مظلوم. ولد تبي نعرف اليوم في حلقة ان شاء الله. انت ضيفي الساعة 7 مساء. الوحيد الوحيد اللي لو يطلع ابراهيم ما بتدمع عيونه بتبايض. منو؟ رجل. لا حرام عليك. ايوه. اقول قلبك عديد ابراهيمين والله ما درى عنها. قول لي ليش؟ ليه؟ خسر حاجات كثير. مثل ايه؟ كان عنده مطعم يسام ب 96 مليون. والله. والحين خسره ودخل. شايف. اكثر شوي اقول خسرت حاجات كثيره. وش؟ لا مش زي كذا ملقم الظاهر. 96 خاطر انا عندي 96 مشروع بهاءك بالفشل. الزم الصمت. طيب. اعطوه المايك. والله. ولد شو تقول؟ خل عندك احساس. عدي بالاسبوع اللي راح ترى ما عندنا بزعلان عليك. لا عندك خل عندك احساس ما فينا كل اسبوع نزعل. طيب ايش اسوي يعني؟ انا ما لي دخل. كلم الاعداد يا اخي. كم جبت المره الاولى؟ هذا النوم بالمسرح والغياب من الصلوات. انا في المسرح هذا الاسبوع ابدا. 800 جبت 800؟ انا ابي اصب اول مره 800. حط حط هذه بايك. شيل هذه شيل هذه. لا لا شيلها ايش غلطني كل شيء انت قاطعني عليه الطريق. خلها عندك واشرب منها واكل منها لين تكل بس. تطلب من نفسك تسدد. ما هو انا الدعوه عند غازي الذهبي.
تبين اطول عشان احطونه على ظهري. خاب اطلب هذا لك. لا لا مالك ناكل. لا صدقني ناكل كل شيء. ايش رايك بدين؟ ايش رايك في الطواف انت؟ يا يا بيت. ايش في غيرك؟ يقول شو السالفه؟ ايش في غيرك؟ يمشي مليون يقول يمشي مليون. والله ما ذن عن نفسي. ايش النادي؟ انت يوم نقزت عليه طرحته من الارض. فعلا الفرحه غلط. سدحت. ايش دخل ابراهيم طيب تزدح؟ هذا شيء يكسر. محسن عقد القدر يركب على ثلاثة ولا سدح الرجال. لكن والله بصدق اني انا بغيت بعدين اعلم. عندي انتقاد كبير. طيب. لا تسمع الاشكال هذه. علي حرام انا ابغى يجيب علي ولي علي ولي يا معود علي ولي يا على هذه وجهه. لا شو؟ جعل علي ما يقولونها. هلا والله ما يقولونها. انت من يدك؟ عندك ياعه؟ كم كم يبي؟ 6 دنانير 11. حضرت 11 ثوب يا ولد. سام له ساعه 36 بجداجه. احسبها. انت تحسبنها فنيله. ارجع لها يا عرضي يا رب. لا احسبنها احسبنها صدق عمري. منهم؟ تعال هنا. احنا بنشتهي وانا اقول غريبه ما قلت. لا بالله نجي يا محسن بالله نجي. بروح ارقد. لا ترقد يا اخي تعرف ترقد. الياعة كم الحين بالضبط؟ ياعة كم الياعة؟ الساعة 12 و يلا الساعة 12 و وياعة الياعة 12 الساعة 12 ايه الياعة 12 و 25 انزين انا بروح يوم اكتب الرسالة لفيصل قال اكتب ورعش ورعش فيصل شافي اني اكتب ورعج كتاب تذكر الشات زمان انا تذكر سالفة الرجال على لا بعد اقل والله لا يوفق والله انك ما تمسك السر روح روح ارقد روح نام روح مع اليلامة مع اليلامة يا رجال حد منكم ابغى تروح حد منكم معاه ينبو اطلع كذا في المحاكمة لعب في أبو راشد يا أبو هور في المحاكمة لا والله أهل عظيم إني أحبهم عبد بن عمرو رحت أشوف أبو سيارة رحت أحب يقول حمو على عبد بن عمرو يقول أوه يريد أن يتفى يا رجل تخيل أنت أكتب هنا يا ولد أنت لا تطرح والله يا علي عبد المعطي إنها عرفت ضاقت السعر أن يحط على الشهر الكويت الله يريد قلبك الزين شو في على الزمان والله العظيم من الدولة يبغى لك ابراهيم ثاني عشان يظهر قلبك يعني ضبطك صح انا علمت قلت ما عندنا زعلانين عليك انا كل اسبوع يعني طلع ما عندي حساب لا لا كل اسبوع ابراهيم عندك حساب لا طلع خلاص تعبنا ما حن باكين عليك هو يحسبني اذا لف على الجلسات اللي ياخذ درجات تعال يقعد ما يقعد خمس دقائق على بعض وبك اللفة خصم غازي يا رجال بتغير هو يحسب انه اذا لف على الجلسات ياخذ درجات زياده ما لنا خصم خصم اسمع 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 الكويس طيب حلو التسليم اضرب العبدلك حط الخيام ايوه ايوه ايه المخيم ذا من برا تقولنا خيمه ها ادخل تشوف فايف ستار حطوا شطه عليه سيراميك دنيا شغال والله ابو حو سيراميك مره واحده والله حلاله انت من حلف بك من فوق الخبات يني اسمعني بيقول حلاله انت بالشر يوم يوم امس طلعوني مع ابراهيم معيدي وقعدوني فوق اسمع قال ابراهيم بعيدي يقول ابراهيم معيدي معيدي يقول للولد الصغير ابو حور يقول وين تبينا نوديه ذا ترى بيزبد لك اسمع وانا عايم فيهم كذا وخايف ووضعي متوتر قال قام ملودي تلفت على المحلات قال ندخله في الخباز من يقول صغير والله انا صغير خلاص يا الله ما شاء الله يلا انا غبنت منه انقذهم يا عودي يضحك علينا قدوا معهم هذا قلت امي قال انت تبغى تسوي تبغى تساعدني ابشرك طيب اما منير ترى بيطبخ الجوال بعد شوي بيطيح في الظاهر ايه وكله بيقول كذا صوت التشتشه واتس شنب شاشه تويتر تويتر سكرام كاتشر
عود بنقال بيترين بيترين ابو حوب عطنا المايك طب اعطيك المايك لكن اعجبني في حاجه بسم الله عليه قال اسف اسف عن داخله اسف عن داخله تبغى نعطيك المايك يعني يضحك به قال لازم نصامل يا اخوي هم من يختفون في النمونه طلب اثر الا يجسرنا خلاص اطلع والله اذا ما انت والله اذا ما انت تروح عند الخباز هذه على مره اذا ما انت تروح له تاخذ من عنده خبز ولا بها استغفر الله يا لا لا ها كلها يضحك عشان المايك اي والله لا والله ما عشان المايك قرب عشان الخباز قربوا يا عيال لا يفوتك الناس يسمونه التماس عندي غرفه شيء واحد يقول حال حولنا هنا إذا ما تتسير على كرديال كل لي لا لا مغير قد كرديال أشلام من لا وكرديال جوز جوز بحور ما قال عند جوز لا لا جوز أنا أكثر الأيام والله نبهرنا ما يفك جوز تحت رعايته شكل والله ما بسكر الشركة اللي علي دي جوز وصل بي الحال يا أخوي إني خلاص شكلي بغير اسمي اسمي جوز لا السلام ما ها انا ما قلت شيء الان انا ما سولفت الحمد لله مو بنت حرام عليك قريبه اليوم ما هو مركب السماعه في اذنك الربيز فين الربيز يا ابو الربيز وين الربيز فنان يا اخوي السماعه وين اللي في اذنك البارحه يا ام البرايم هناك من وينه احنا من رجاس منا قطع الجبال اليوتيوب نطلع وعاين لا ورجل الرجال يسمع اخبار يسمع اخبار مدري ورا كرديال وشوي دخل على شيلات فهو اسوي كاني اسعد قلت ولين مين هو اللي على الجوال وقال مالك قلت ولك قفل جوالك عندها تصوير قال مال انت شوي لا والله تاكد من الصوت ما هو بسعد لا 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 والله احد مثل ذي مزح ترى مزح مثل ذي طيب الرجال يوم قال راح خمعتهني ولا الان ما شفت شيء دمعي لا لا صدق ايش كلامك؟ هاي استاذ الدرداني ها؟ بالله بالله والله اذا ما هو يمر عليهم نظام هذا لازم يضحك غصب ولا سلام هذه نفس سالفه الدر الثاني هي نفسها والله يعني هل تتوقع اني كذاب يعني لا طبعا انا اقول الحق ابغاك تلتفت لي يا عبد السلام تراك لكن اكلمه اللي قناه استضيف الشهود مين هم؟ نص ميت الشهود جدك زيد الله يرحمه واحد منهم لا جدي قد مات لا في ناس اثنين ماتوا لا والله انا قد مات واحد منهم الله يرحمه جدي الله يرحمه يسكن الجنه الله يرحمه سرقت علينا غنم من زمان ويوم نزلنا السوق والله يا رجال هذا طاري جدي الله يرحمه وين هيك لا لا تقول شحن هنا شوف والله العظيم نظر اللي سرقها نزلها سوق لا لا ها ابو محمد يستهتر بالاداء تبغى المايك يا ابو يا سلام البرد شوف كيف يا سلام يا نومتين فوق الهنجر يا سلام ولا عبد القادر رجال واثق انه بيرقد في السكن صعب يا سلام ولا عبد القادر يقول شوف انت بتخاوي ذا هو كفو ربعه كفو بس رجال سامج فيه الثقافية يعني اسمع اخ مكرم كما عرفنا ماذا
وش فيه؟ ايش رايك؟ يا اخ مقرن زعلان الخباز قفل. قفل يا خباز. مقرن بيلي تاري لي كيري لكن. مقرن كاري لي نير النور. نعم ذاك. سير الاهرام. يا رجال فراشة خبالي يا رجال والله ما هو فراش رجال صامل صامل والله صامل. تذكر اول ما كان يعرفني ما كان يمون علي قلت جيب هذا التميس قال ما ايه ما في مشكله شيل ما سجل معلوم انت وجعل لكم بلا والله والله وش الا وافلح واقر قال يقول كذا من بين الشباب ابو هور قلنا انت قال شوف نمبر 1 يوريك كيف كانت تعاملك مع ابيك يا ابو حور كيف كانت لا فسر لي ماذا يميز مكه قال تتميز مكه بوجود مكه خلصت الحين اقول والله لا اسمع منك في الارض انت لا انت استاذ ابراهيم اسمه جاء ها ابراهيم حبيبي والله حبيته يا اخي والله حلو والله شيء حبيت تلوك برا تدخل تجمع رصيد وترجع وفي شيخ جمع ان شاء الله الاسبوع الجاي يا شيخ انت من يوم غلط اجابه الاسبوع الجاي في اللي كنا نتكلم فيها قبل ندخل ابراهيم بالله ما احنا نتكلم ذاك اليوم في فشيك في كهمو طيب ايش دخلها ما جت قالوا اطول كلمه الكرات شيك في حكومه خلك ما تفهم عدها يا استعجلت عدها يا سطر تكلمنا في المسجد اصلا يا ذكي على الكلمه الخطا هي فاسقيناكم في المسجد قلنا إيه كانوا لا ما هيك فاسقينا فسيكفيكهم يود في عجله ده اي بس امس ما استعجلت بالعكس امس استعجلت في بنا امس حق المقامات انا عارفه ويوم اناظر كذا طار راح الاسم لما حذفت اجابه تذكرت شو اسمه مركب زنه بس ما وقفتك في البرايم مسكين بس يا جدي كذا والله اللي كان مره حالي تبي تعرف ان مرتبك شوف ذنيه الدخل تقول زي كذا تلعب لشا لا يجي فيه زي ريح الحلاوه ذيك اللي طرقه المشكله المشكله الخصم الخصم المشكله بالخصم 200 خصم محمد ما في عود عود مسوي خصم ايش؟ بعور مثلا اذا حد استجابك لا حرام تحاسب ايه لا لا عندك اندشم يا بس انا والله اني اضحك بس اني ما عشان مره ثانيه استحسنني اتعلم اتعلم 40 دقيقه طيب يا رجيل اللي يبغى يرقد ايش حيلته؟ حيلة البردان يلي ترون استغفر الله العظيم 42 دقيقة فكني منه يقولون الله يكرمكم ويكرم الملائكه والمجلس ويكرم الموقع ويكرم كل مسلم ومسلمه الله يرحم والديك فكنا من السعر لا لا يقولون ان الحمير فيها ميزه انها اذا شبعت تنهق والله تكلم جد ازل الله النصر ازل الله خبره ايش اللي طراه طراه غناه قبل شوي لا خبره ايش فيه ايش اللي طراه السالفه اللي طراه السالفه بعضهم يغني وهو على الزاد وكذا صادق ف هذا مثل الحمار يعني قال اذنك فين يا جحا قال هذه فين انت قريب ما هو بجحا راعي السالفه يا شباب ابو حور تكفى القطة يقولون يوم كان الحيوانات تحاكى زمان القطة اي والله هذا جد مش الشيبان يقولون ما ادري زيد صدق ولا حتى الحين مو يعني تحاكى زمان يعني انتهت الموضه هذا الحين ترى صار واتساب طيب كمل يقولون ف كان به تدري الحين كان به فيل بحور صدق وبحور تصدق ان الحيوانات تبكي والله المستعان بس بدون دموع فعلا 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 لاني شفتك تبكي انا شفت ال لا يا الله انا رايح نام قويه انا يوم قال بنسحب عشان يرقد يوم قال بنسحب تعال تعال تابع يا بحور لا يا اخوي في 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 سالفه للحيوانات عطني فنجان تقول جداني زمان ايش؟ الشيبان الاولين يقولون اذا عطني فنجان شوف كذا حشت الغنم يا بحور كيف تمشي مع بعض
تكتب يطلع اول واحد يقول يلا يمشي معي يا شباب يلا يا عيال يلا فسحب الناس يلا يا عيال انا اذكر واحد بينها فحل كان يقول كيف يقول تقول عنده الوز يستخدم بخاخ الربو ذاك لا معها اللم يا اخي خلنا وسيم دولابي الله لا يسامح اللي اولها تعويل اللي اعطاك درع يا اخوي انتبهوا انتبهوا يرجع على الكلمات ودك تنقز الله لا يحيي ابو حر قد ابو حر سؤال طال مالك ما يبشي من الله ها قد جربعت ابو حر والله جربعنا واجد كيف يعني تعرف جربوه بس انت مرضكم جبليه ما في جرب جربوه عندنا فيران تبغى فار لا اللي فار اس اس يعني الجربوع اللي ينوك زي اللهب صح ولا ذيلا ذيلا ما تعرف الجربوعين اس 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 كلمنتان ولا مروكي ذيلا لا لا هذه اسماء عود معروفه على مستوى العالم لا الجربعات انا يمزح والله اني اعرف الجربوع اعرف الجربيع جربعنا مع ناس انبسطوا منها طبعا هم ما يعرفون شيء يا ولد هيتني كل ولا ايش قال يوم ثاني الحين في الشرقيه تعرف انت الفيران حق الشرقيه الكبار الكرابشات كنا جربوا انه يجي قال تعالوا يا ابو حور تعالوا هذا الجربيع نفطر كمده سلامات قول نفطر قلت خلاص يوم جينا لا والله ان الفار كذا والذيل ملتوين ضاربين في المشط والله قلت نفطركم انطشونا بقدرها والله صايدينا صايدينا ما يبون يطبخون شنباتها هي شنباتها من قدر كذا كلوا كلوا والله يغيرك من الارض اللهم غير مكانه اللهم جفف الدم في عروقه صدوبه وانت انت تحسب انك انت الحكيم وانت اخو القتال انت بول بول اساسك اساس البلا كله بول بول اعطهم فول اعطهم فول بس احنا شبعنا والله ظلمتني يا ابو والله واجد يا الربع واجد خلصنا والله حاطين همك يا رجال يوم باقي شبع العيش يا شباب يوم طلع عند النشوان فانا افكر ينفصل عليها بالعمره في الغربه الله يا ولد والله ما رد عليه شيء يا رجال بالعمره الله يستر عليه انت ايش فيك يوم يبغى يرقد؟ ايه قال يا اخي سلامات 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 الامر بسيط الله يستر عليه يا ما ضحكنا الا على سعيد صراحه ما انا ضحكت على سعيد البارح يوم محامي امتحنهم بس عمره العافيه الشيخ عقاب انت عمري يقول حامي حام يقول حام على ابن عمره لما حمد على ابن عمره قال يا اخي خبص مخ ولا انت تدري انك ما شاء الله ما تختلف قول يا الله يا كارب يا الله يخليهم لنا قل يا الاصابع لا لا قل غايب خايف الناس يكفوا يديهم شوف بس كم شاهي 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 يا ولد شاهي بقى لك تعوري ضرب عرب خبيت هات مخلوط الله يجعل لك قنبله الله يا ما في ذمك يا رجل بارقني انت كسرت يدي يا منير يا لا انا ما غير ضربت بها في راس الظهر والله ما علمني بها الا انت تدري ايش سويت يا يما منك يا ابو حور يا فهموا معك عيد واعطوه اعطوه قبه اعطوه مريله يعيد ايش فيك انت يا اخي والله اطفال ولا ايش والله فعلم تميم جاهز والله فعلمه اقول بابا سوي ريك والله انك ضربتني في خصمك بغض تطير اصبعي الله يجزاك خير الله يوفق ذا الوجه بخير الله يجزيك نوم الله يا الله يعميك راعي ضيعتنا انت دقيتني في جرح قديم في ذمك جرحك العام ما طاب جرح قديم وما لقينا فلوسي هي كذا ابو محمد لا 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 ظني مع ظني صبات يا ولد قسم بالله محمد كنا رمي شوزه والله يا اصبعك كنا رمي شوزه والله الموت عنده والله يا ذا شفت رمان الديرة مفعول رمان الديرة طق لا إله إلا الله طلع مع الطاقة ترك انعاله انت مشكلة ايش لا بيرجع 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 منك يا خذا والله من رجع انه غبي من روح
ولد يا ولد ابو محمد ابو محمد ليه يا اسمع غير ذكر والله يا ليت سلم بالله ترى الجو زين الله يرزق ذي القريه زين يدهمها يا هب القدور ذي كذا ابغى امشي اقول لك ابغى جزيره هارلم واو هارلم واو واو في البحر وذا ان شاء الله احطه بمكان العلم امطه كذا ايش العلم؟ والله خرجت فخذي فخذي الله يجعل لك ايش العلم يا ابو حوت؟ احطك مكان الشراع ما هو الشراع كذا يا ولد مرزوق اليوم اللهم لك الحمد زعلان علينا والله ما ادري ايش جاك والله يجيك يا شوف شوف يلا بجيك بجيك اروح هناك مكان هلم وو النجوم استثارت وانتدبها القمر والقمر من علوه له مجعله والقمر من في كاس ورق في كاس ورق كاس ورق فيه كاس ورق مو بلاستيك بالله عطني ورق عشان ناخذنا شاهي الله يعطيك العافيه واحد واحد بس ني علمني شاي ذاك خلص اوفا اذا العند شاي خلص هذا خلص اي شو هذا فيه ستني علمني لا انا بنسى العيال وين راحوا في هزم